اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بلاعبه النادي الاهلي تحت 16 سنه جنى احمد رفعت. اهلا بيك يا جنى. اهلا بحضرتك. منورانا. بنورك. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شكرا. بنرحب طبعا بوالده جنى مدام لبنى يحيى اللي منورانا في استوديو. اهلا بيك يا مدام. اهلا بحضرتك. منورانا والحمد لله على سلامة جنى. الله يسلمك. الله يخليك. خلينا نبتدي مع جنى كده. انت اخبارك ايه؟ احسن؟ الحمد لله. كتير ها؟ الحمد لله رب العالمين. حاسه ان انت مبسوطه ان انت بتحسني والدنيا بترجع للاحسن؟ طبعا. مشتاقه ان شاء الله ترجعي تلعبي وتتمرني تاني مع الفرقه؟ ان شاء الله ترجعي احسن من الاول. ايه اللي حصل؟ ايه الدنيا؟ ايه اللي حصل؟ القصه والحدوته الكبيره اللي حصلت؟ ايه اللي حصل؟ هو انا اساسا كنا بنلعب ماتش في الاهلي يعني مع 14 سنه. واحنا بنلعب يعني انا قطعت كرة من واحده ورايحه بقى فاصل بريك عشان تحطي باسكت. لا كنت هباصي لواحده. بس واحده معايا. ففي بنت يعني دخلت عليا زقتني جامد. ملحقتش يعني ملحقتش كنت ماسكه الكرة في ايدي فملحقتش اقع اسند على ايدي. أمان. فوقعت على راسي. بعد كده قوموني وكده. انا ما كنتش عايزه اوهم نفسي ان انا فيا حاجه وكده. مش حاسه ان انت مظبوطه. فانا قلت ان انا تمام. قلت لهم ان انا تمام يعني. يا حبيبتي. بس بعد كده اول ما قلت لهم كده راحوا ماشي قوموني. بعد ما قوموني رحت وقعت ما قدرتش اقف تاني. ما قدرتش تقف. طيب وبعديها يعني قعدوني على كرسي وكده الدكتور يعني بتاعت النادي جت شافت حالتي وكده. وبعد كده ايه اللي حصل بعد الماتش بقى؟ ولا في ساعتها روحتي على المستشفى ولا بعد؟ لا بعد الماتش قعدت شويه عشان افتكروا ان الحاله بسيطه يعني. والدكتور يعني شربتني مش عارفه حاجه يعني تنشط الاعصاب. بالظبط. بس وبعديها راحت اول ما لقوا كده ما فيش اي استجابه خالص فراحوا ودوني على المستشفى. ان شاء الله. بس انت الحمد لله اتحسنتي اهو الدنيا جميله وان شاء الله ترجعي تلعبي ونيجي نتفرج عليكي كلنا ان شاء الله. كسبتي جمهور كبير دلوقتي بقى متابعك. طب مدام لبنى يعني يمكن انت كنت في الملعب ساعتها؟ لا ما كنتش في الملعب. كان باباها موجود او كان اي حد ولا لا؟ لا لا ما كانش حد موجود. هي كانت لوحدها. كانت لوحدها. طب مين اللي بلغ حضرتك ازاي ان جنى اتخبطت؟ هم والله اتصلوا بيا وقالوا لي ان جنى وقعت. مين اللي اتصل بيكي؟ والله انا ممكن اكون مش متذكره. هو يعني هو حد كلمني وقال لي جنى وقعت واتخبطت في دماغها. انا كل يعني توقعي ان هي ممكن تكون اتجرحت يعني دماغها اتفتحت او حاجه. ما كنتش متخيله الموقف يعني. فقلت خلاص ماشي تمام. وبعد كده انا في الطريق برضو جات لي مكالمه تانية ان جنى هنطلع بيها على المستشفى. فانت هنا بقى طب في طب عاوزه اكلمها طب في ايه؟ قالوا لي مش هتقدري تكلميها بس انا بقى رايحه فتخيلات في دماغي طبعا ابشع الصور يعني. طب رحتي على النادي ولا رحتي على المستشفى؟ لا المستشفى على طول لان هم اوريدي كانوا في المستشفى كلهم. تحركوا بجنى. تحركوا بجنى. اولياء الامور والبنات طبعا وكل المدربين وكله يعني كانوا هناك موجودين. فانا طبعا رحت على المستشفى على طول. طب يعني الرحله العلاجيه ابتدت ازاي؟ يعني حضرتك الاصابه كانت فاكره يوم ايه في الشهر ولا مش فاكره؟ كان يوم 28/10. 28/10 يوم الاربعاء. يوم الاربعاء. يعني احنا بنتكلم في اكتر من شهر وشويه. طيب حضرتك رحت على المستشفى، ايه اللي حصل مع جنى؟ فاكره حضرتك اللي حصل في اليوم ده؟ هل مثلا دخلوها اوضه؟ هل بداوا يعملوا اشعاعات؟ يعني فعلا هو يعني احنا اول ما رحنا انا اول ما دخلت هي كانت فاقده الوعي تماما. هي فاتحه عينيها بس كان فاقده الوعي. ما كانتش حاسه باللي حواليها خالص. ما كانتش بتسمع. ما كانتش شايفانا اساسا يعني. وما كنتش شايفه ماما جنى ولا كنت شايفاها ومش قادره؟ انا مش فاكره اي حاجه اساسا من ساعه ما رحت المستشفى لحد اليوم اللي بعده. كل ده مش فاكره اي حاجه يعني. ولا فاكره ان انت شفتي مامي ولا ماما كانت واقفه جنبك؟ لا اي حاجه. لا وما فيش كلام طبعا خالص. ما فيش حركه. مجرد بس حاجه كده بتبص لك بس لكن ما فيش اي رد فعل. التنفس كان كويس وكل حاجه كويسه بقى بعد ان ما فيش يعني يعني هي بس كده زي ما قاعده قدام حضرتك كده بس من غير اي حركه. بس من غير اي حركه خالص. طب المستشفى عملت ايه بقى ساعتها؟ ايه اللي تم؟ لا هي المستشفى ساعتها طبعا اول ما انا رحت وشايفين الحاله بالمنظر ده عملوا لها على طول اشعه على المخ. تمام. اشعه مقطعيه على المخ يعني. وبعد كده قالوا هنحطها 24 ساعه تحت الملاحظه. هتتحجز يعني وتتحط 24 ساعه تحت الملاحظه. اتحطت بس كانت اوضه عاديه؟ لا كانت في العنايه. في العنايه المركزه. 24 ساعه. تمام. فبعد كده تشخيص طلع ان هي عندها ارتجاج في المخ. قالها ارتجاج في المخ نتيجه الخبطه طبعا. فده عامل طبعا كون ميه حوالين المخ. فطبعا وظائف الجسم كلها في خلل يعني. في خلل وكده.
على هذا الاساس. طب هم يعني عملوا اشعه وقعدت تحت ملاحظه 24 ساعه، خرجت من المستشفى بعدها بيوم ولا استمرت في المستشفى؟ لا قعدنا بتاع 3-4 ايام، لان كان برضو في اشعاعات شغاله برضو مستمره. اه طبعا اشعه مقطعيه واشعه رنين، وعلى العمود الفقري طبعا، وعلى فقرات الرقبه وعلى المخ، وعلى كشف كامل كامل بصراحه. بس بعد كده برضو من خلال الفحص يعني طلع برضو ان عندها اصابه في الحبل الشوكي، وهي دي اللي عملت بقى ايه، وقفت الاطراف الاربعه من الحركه خالص. وهي الاصابه كادمه ان شاء الله مع الوقت يعني، الدكاتره قالوا اصل حاجات الاعصاب دي بتاخد وقت شويه. اكيد اكيد. بتاخد وقت طويل. هي طبعا يعني اساسها العلاج الطبيعي. برافو عليك. مرحله العلاج الطبيعي دي هي مهمه جدا في الفتره دي يعني. احنا خدنا العلاج الطبي خلاص الحمد لله. الحمد لله. فالفتره دي بقى العلاج الطبيعي هو اللي هي يعني. جانا قعدت 4 ايام في المستشفى وبعد كده خرجت. 4 ايام بعد كده رحنا مستشفى نيوروسبيتاليا في 6 اكتوبر. رحتوا مستشفى تانية؟ مستشفى تانية التخصص بقى تخصص. عشان عشان يبقى الفحص بصوره اكبر يعني. طب وقعدت في المستشفى التانية قد ايه؟ قعدت بتاع اسبوعين كده. يعني قعدت برضه فتره تانية بس تحت ملاحظه في مستشفى تخصصيه. طبعا طبعا. مع ده بقى تلقي علاج بقى، العلاج العادي يعني شرب المحاليل طبعا. محاليلها كانت على طول محاليل، كل حاجه محاليل. طب وحبيبتي كانت بتقدر تاكل، بتقدر تاكل يا جانا في الفتره دي ولا أول لا؟ اول ما رحت المستشفى التانية كنت بقدر اكل بس مش بكميات كبيره. حاجات بسيطه في الاول، وبعد كده يعني بدات اكل يعني. ما كانتش قادره تمضغ حتى المضغ نفسه. ما قادش، مش قادره تحرك بقها اصلا. انا قلت كلمه كويسه قوي، في خلل في كل الحركه في الجسم. وظائف الجسم كلها. فعلا فعلا. حتى في حركه العين حضرتك يعني برضه حركه العين. هقول لحضرتك بس هي انا شفتها في الملعب. اتصورت معاها يعني. كلية الشرف ان اصور معاكي. ربنا يخليك. وكانت لا النهارده بسم الله ما شاء الله يا رب احسن الحمد لله. هي كل يوم احسن الحمد لله. هي طبعا يعني مقارنه بالوضع في الاول لا الحمد لله. الحمد لله على كل حال طبعا. طب خليني بقى نخرج برا الاصابه كده جانا شويه بقى، ننسى بقى الدنيا دي خلاص ان شاء الله تروح لحالها. انت يعني الباسكت بول ابتديتي باسكت ازاي؟ هل اخواتك بيلعبوا باسكت؟ لا ازاي؟ اخواتي كوره، انا كوره الباسكت. هم بيلعبوا كره قدم. انت طب اخترت الباسكت ليه؟ هو اساسا الباسكت ما كانش في دماغي اصلا فعلا. يعني الباسكت ما كانش في دماغي، وابتديت الاول اساسا العب تايكوندو سنه، وبعد كده جات لي اصابه برضو، وبعد كده رحت مالك قد ايه؟ لعبت سباحه. سباحه سنه برضو في الاهلي، وبعد كده رحت الباسكت. طب قعدتي قد ايه تلعبي يعني باسكت؟ بقالك قد ايه؟ 4-5 سنين ولا اكتر؟ 9 سنين. من ما انت عندك 9 سنين بتلعبي؟ لا من وانا عندي 6 سنين. ما شاء الله. ده يعني انت ما طولتيش في الالعاب التانيه كتير. لا انت دخلتي الباسكت على طول. فاكره مين اللي دربوك يا جنى؟ مين بقى اول كابتن دربني؟ كابتن كريم حسام. عارف طبعا كابتن كريم. مين تاني؟ وبعد كده يعني الاول كنا في الاكاديميه عاديه. وبعد كده طلعنا بداوا يقسموا فرق، فطلعنا فرق. كان كابتن من الاكاديميه. كابتن كريم برضو كان هو اللي بيدربنا. كابتن كريم كل البنات بتحبه. كريم بصراحه جميل جميل جدا. ومين تاني؟ بعد كده كابتن احمد حسب. احمد حسب. وجي كابتن علاء شاهين اللي هو مدربك دلوقتي. صح ولا كابتن عمرو صابر؟ على عمرو صابر هو اللي كابتن عمرو صابر المدرب بتاعكم دلوقتي. اتمرنتي بقى كابتن علاء شاهين شويه ولا ما اتمرنتيش؟ مش كتير. مش كتير. بس هو كابتن عمرو صابر دلوقتي هو مدربك. طب انت يعني بتحبي مين من اللعيبه الكبار؟ نفسك تبقي زيه؟ انا نفسي ابقى زي ثريا محمد. ثريا؟ طبعا انا عايز ابقى زي ثريا. ما شاء الله عليها والله بجد. ما شاء الله ما شاء الله عليها. برضه بحب كابتن مودي جرح قوي. كابتن مودي جرحي. مودي جرحي حبوب قوي 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 قوي. طب قولي لي بقى يعني انت يعني اخترت الباسكت وكملت فيه. انت مواليد 2008 صح؟ 2007. لسه صغنونه يعني مش كبير. طيب يعني في الماتشات وفي التدريب والتدريبات وفي حتى في يعني في الايام العاديه مش لازم يكون عندنا تدريبات، مين بيبقى اقرب واحد ليكي؟ مين اقرب من اللعيبه صحباتك؟ اللعيبه صحباتي 2. مين؟ رحمه واميره. بتحبوا بعض قوي. وبتخرجوا مع بعض حتى في الماتشات والتدريبات؟ اسمها شذا. لا هو احنا ما بنخرجش مع بعض، بنشوف بعض بس في التمارين عشان ما بيبقاش عندنا وقت دروس بقى وتمارين تانيه وكده، فيتنس وحاجات زي كده ومدارس. طب ويعني تخرجوا يعني مش قصدي تخرجوا مع بعض، بعد التمرين تقعدوا مع بعض تشربوا حاجه في النادي؟ يعني بيبقى كل واحد في الفرقه بيبقى ليه صحاب. طب قولي لي انت لما انت رحتي ماتش نهائي مرتبط رجال، رحت السيدات؟ انا كنت هروح السيدات بس ما عرفتش اروح علشان كان ورايا وقتها جلسه علاج طبيعي وكده. ما عرفتش تروح. انما رحت الرجال. وكنت اساسا في المستشفى كنت وقتها. لا ما كنتش عارفه تروحي. طب لما رحتي بقى للرجال يعني وشفتي استقبال الجمهور
ومستر اجوستي انا شايف صوره طبعا اتصورت معاكي وكل اللعيبه اتصورت، انا جيت اتصورت معاكي. ايوه فيعني يعني اهدي صورتك طبعا مع مستر اجوستي بكاس المرتبط. وكنت الصوره دي جت ازاي؟ دي كانت في الملعب بعد ما طفوا النور صح؟ بس جت ازاي؟ يعني فكريني نزلت ازاي وقعدت حضرت الماتش منين؟ انا اساسا حضرت الماتش عادي. كنت قاعده فين؟ كنت قاعده زي المقصوره بتاعت الاتحاد الاسكندري. المقصوره الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه. وبعد الماتش نزلتي؟ بعد الماتش اساسا احنا كنا ماشيين وكنا بنسلم على كابتن مودي بس، يعني هو كان بيشاور له ان احنا ماشيين. تمام. اول ما شافنا كده راح قال له لا استنى هننزل. تعالي انزلي. طيب وانت دخلتي الملعب ازاي؟ يعني رحتي هل مثلا النادي الاهلي كان مستنيك؟ هل كابتن مودي دخلك؟ يعني دخلت ازاي؟ دخلت من ناحيه الباسكت. يعني دخلت ازاي؟ يعني هو عادي الجمهور اللي جاي كان قاطع تذكره يعني ليه اجراءات؟ انت جيتي زي حد كان مودي. كابتن مودي هو اللي قال لبابا تيجي. هو اللي قالك تيجي وهو اللي ظبط دخولك، لان انت لعيبه في النادي الاهلي، انت مش داخله يعني اي كلام. طيب دخلتي المباراه، نزلتي بقى الصاله تحت وقعدت يعني تفرحي مع اللعيبه ومبسوطه صح؟ الجو عجبك؟ جدا فعلا. شفتي الماتشين المرتبط والرجال ولا الماتشين بس؟ لا هو ما لحقتش ماتش المرتبط. فاتك كتير. الماتش المرتبط كان حلو قوي. ما بيقولوا انا كنت متابعاه على فكره. والله فعلا. وانت عارفه اللعيبه كلهم؟ عارفه اللعيبه في المرتبط الرجال الولاد؟ انا مش عارفاهم كتير يعني عارفاهم شكلا بس. طب عارفه الكبار ايهاب امين ونجوم؟ عارفاهم كلهم. عمرو الجندي. ان شاء الله تبقي احسن واحسن باذن الله. طب قولي لي يا مدام، يعني يمكن يعني برضه جانا اكيد طبعا الخضه اللي انتوا شفتوها في الاول والمتابعه الطبيه والكلام ده كله، واخواتها انا شايف اخواتها معاها برضه، اخواتها الاثنين معاها ما بيفرقوهاش الحقيقه، وانتوا كاسره بتدعموها بشكل كويس. يعني شايفه التجربه دي يعني خضه النادي الاهلي عليكم وكل المسؤولين بدايه من كابتن محمود الخطيب، معالي الوزير العام فاروق، مجلس كله بالكامل، كابتن خالد العوضي، شايفه خضه الناس عليكي؟ شايفاها يعني حسيتي بالخضه ومتابعتها؟ لمستها اكيد لمستها، وشفت مشاعر جميله جدا من الناس واولياء الامور، صاحباتها، مجلس اداره كله، يعني النادي الاهلي من كبير للصغير بجد يعني. طب ده يمكن هون عليكم شويه يعني؟ هل ده اكيد؟ طبعا طبعا، وده دعمها جدا يعني. ده برضو ادها طاقة إيجابية، وهي يعني بتفرح بحب الناس وبدخلة الناس اللي بتيجي تزورها وتسأل عليها، ده أكيد ساعدها كتير يعني. طيب يعني أكيد التجربة دي بنستفاد منها حاجة، يعني ممكن كل واحد بيعدي التجربة بيستفاد حاجة أكيد، وبيقول لا أنا استفدت من هنا حاجة. استفدت إيه من التجربة دي؟ التجربة دي طبعا بتبقى الواحد لما بيكون أب أو أم بتبقى عنده، هو تيجي فيه هو يعني. طبعا الواحد يتمنى تيجي. طبعا أكيد أكيد. أنت استفدت حاجة من التجربة دي؟ هل مثلا إن الشدة، هل ان الواحد وجوده في كيان كبير زي النادي الاهلي برضه بيبقى امان وحصن امان لانه مجتمع متكامل؟ شايفه التجربه دي طلعت بيها بايه؟ والله حضرتك بص، انا التجربه دي يعني اول حاجه انا لمست مشاعر الناس الحلوه، مشاعر جميله جدا وصادقه بجد يعني، دي حاجه. الحاجه الثانيه الانسان برضو لما بيتعلم من التجارب اللي بيمر بيها، يعني انا مثلا من التجربه دي اتعلمت مثلا ان الواحد يحمد ربنا بجد يعني في رضا، يعني الحمد لله الواحد راضي بقضاء ربنا، واكيد ربنا برضو يعني ادانا الابتلاء ده، بس اكيد في لطف ورحمه من جواه اكيد، فالحمد لله على كل حال. عايز اقول لك الحمد لله ان جانا معانا وبتتحسن، هو ده اكيد طبعا بتتحسن، اكيد بتتحسن وبتخش طبعا يعني الحمد لله. انا شايف الحركه احسن، شايف الحمد لله الايدين بقت احسن، شايف النطق، شايف الرياكشنات، انا حاسس ان هي طبيعيه جدا. لا الحمد لله الحمد لله، بس فاضل حاجه بسيطه بتتحسن الحمد لله باستمرار، وان شاء الله يا رب يعني يعني باذن الله ما تاخدش وقت اكتر من كده يا رب باذن الله ان شاء الله. لا انا عايز اعرف حضرتك برضو يعني كانت العلاج الطبيعي طمنيك ولا؟ بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع جنى وطبعا والدتها مدام لبنى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. جنى يمكن اجيلك، انتوا طبعا كنتي فاتت المستشفى تروحيش المدرسه صح؟ طيب بدات تروحي؟ لا لسه ما رحتيش المدرسه لغايه دلوقتي. طب بتعملي ايه في المدرسه؟ هل حد بيجي يشرح لك؟ هل مامي بتشرح لك؟ هل ماما بتساعدني كتير قوي في المذاكره. يعني حتى اللي بيفوتك بتحاولي تعوضيه. طب حد تواصل منك من المدرسه؟ مدرسين، زمايلك في المدرسه؟ اكيد تواصلوا وسالوا عليا والحمد لله السلامه طبعا. طب هم عرفوه ازاي الموضوع؟ عرفوه ازاي؟ في واحده من فرقه 16 سنه، واحد زميلي معايا في المدرسه، اللي يعني الاثنين بياخدوا درس مع بعض. فصاحبتي دي بلغته، هو بقى نشر راح نشر الدنيا كلها في المدرسه وكلموكي وطمنوا عليكي.
وماما بتساعدك في الدروس، يعني لو حاجه فاتتك بتحاول تشرحها لك. تحاول يعني انتوا، طب انت في المدرسه عملتي، هل خدتي التقارير ورحت لهم ولا عملتوا ايه مع المدرسه؟ طبعا احنا المستشفى ادتنا تقرير يعني برضو بالحاله بتاعتها، ومثلا انها تبقى مثلا تاخد اجازه قد ايه عشان خاطر طبعا فتره العلاج بتاعتها وكده. فطبعا كل ده قدمناه للمدرسه. وطب والفتره اللي بتغيبها دي يعني محسوبه وكل حاجه ولا يعني ممكن تاثر عليها؟ لا محسوبه طبعا، محسوبه اكيد. طبعا واكيد ان شاء الله لما ترجع بالسلامه يعني ان شاء الله تعوض بقى اللي هي اللي هو فاتها. طب قولي لي يعني برضو والد جانا برضو احنا يعني ما اتكلمناش عنه، كان برضو هو كان معاكي في لحظه ما تبلغ بالاصابه؟ طبعا انا رحت الاول، وبعد كده لما لقيت بقى الموضوع ان هي هتتحجز وكده فكلمته. كلمتيه؟ هو برضو ما كانش مستوعب الموقف. هو كان فاكر خبطه عاديه يعني، فاكر يعني مجرد اسعافات بسيطه كده وهنمشي على طول. فجي طبعا اتفاجئ بالموقف يعني، لقيت موقف كبير شويه. كان مخضوض جامد جدا جدا يعني. كان منهار بصراحه عليها. كان منهار جدا عليها. لا بس ان شاء الله يعني الخضه دي على فكره بتخلي يعني الولد او البنت تحس بقد ايه هي طبعا يعني بغلاوتها. اكيد طبعا طبعا، ده كلام ما فيهوش شك يعني. أكيد. طب خلينا اتكلم عن يعني الباسكت برضه، نرجع للباسكت. انت بتلعبي مركز ايه؟ بلاي ميكر وكتر. بتلعبي الاثنين؟ واحد واثنين. بتلعبي واحد واثنين. طيب بس اكيد في مركز بتحبي تلعبي اكتر؟ انا بحب العب كتر اصلا يعني أكتر. يعني عشان بحس ان انا بدخل وبعدي وكده. وبتشوفي اكتر على الباسكت؟ حاسه بكده. طب قولي لي يعني مستر داني رئيس قطاع الناشئين اللي هو يعني ماسك دلوقتي الفريق وماسك او فرع الناشئين كلها، تواصل مع جنى ولا ما تواصلش؟ طبعا تواصل معاكي؟ طبعا اكيد. قال لك ايه فاكره؟ جالي المستشفى اصلا. جالي كمان المستشفى. قال لك ايه فاكره ولا مش فاكره قوي؟ بس هو قال لي شدي حيلك وكده عشان الفرقه من غيرك وحشه. طبعا. وقال لي بنخسر كتير وكده. هو لطيف جدا جدا. وخلي بال حضرتك هي يعني روح عيلة الاهلي ده مش طبعا مش شعار احنا بنقوله طبعا وخلاص. لا طبعا اكيد يعني، يعني الاهلي فعلا روح واحده واسره واحده بجد يعني، الواحد لمس فيه مشاعر جميله جدا وده مش غريب عنه طبعا اكيد يعني. صحيح. وخلينا اتكلم برضو عن يعني الدكاتره بتاعه الفريق، يعني اكيد في متابعه منهم يعني، هل دكاتره الفرقه بتتابع حال جنى؟ طبعا كانت يعني باتصال مستمر بالمستشفى ومتابعه الحاله طبعا، واحنا حتى لما بنتواصل معاهم بنلاقي عندهم علم بكل حاجه، عارفين متابعين حاله طبعا كل حاجه يعني، اتصال على مدار الساعه يعتبر. طب هو العلاج الطبيعي، جلسات العلاج الطبيعي كل يوم ولا بتبقى؟ لا هي كل يوم الفتره دي لمده مثلا 3 اسابيع. 3 اسابيع كل يوم؟ كل يوم يوميا. وبعد كده بقى ايه يعني، هي حضرتك واخده زي ايه يعني على مراحل كورسات يعني بالظبط كده. يعني دلوقتي 3 اسابيع لحاجه معينه. بعد كده هناخد حاجه ثانيه. حاجه ثانيه بالظبط كده. طيب مع كل نهايه مرحله يعني الحمد لله شايفه التحسن يعني؟ الحمد لله اكيد طبعا. الحمد لله الحمد لله طبعا يعني الحمد لله. مش طب هو انتوا يعني في العادي جانا ساكنه بعيد عن النادي ولا قريبه؟ لا مثلا السؤال ده لا قريبين يعني، خدت وقت اول ما اتنقلتوا ولا قريبه يعني انتوا؟ لا قريبين من النادي. قريبين مش بعيد يعني. انتوا في الوقت ما تبلغتوا ما خدش ده وقت طويل جدا؟ لا لا لا، انا خلال ال10 دقائق كنت عندها طبعا. كنت عندها بس هما بصراحه يعني كل وقت نقلت. فاكره اتنقلت ازاي من الاهلي للمستشفى؟ من لا انا ما كنتش موجوده في الوقت ده. طبعا انت مش فاكره طبعا. اكيد مش فاكره طبعا. ما كنتش موجوده بس هو بصراحه يعني بسرعه جدا يعني انا 10 دقائق لقيتهم في المستشفى، ولقيت ان هم بياخدوا اجراءات ان هم يعملوا لها الاشعه بتاعتها. فالاسعافات كانت كل حاجه كامله بصراحه. حد تواصل مع حضرتك دايركت من المجلس يعني؟ هل حد كلم حضرتك ولا من خلال اداره النشاط الرياضي ومن خلال الفرقه يعني؟ حد مجلس اداره تواصل مع حضرتك؟ حد يعني جيل جانا ولا كان من خلال اداره النشاط الرياضي والدكاتره بس هم اللي بيكلموا حضراتكم؟ لا والله كل الناس يعني من النشاط الرياضي جو ناس كتير. الواحد انا مش عايز يعني الواحد مش عايز انسى حد او اخص حد، بس فعلا مفيش حد ما سالش على جانا يعني. احنا في المستشفى يعني النادي الاهلي معانا يعني، كل النادي الاهلي كله معانا بجد. في الفتره اللي كانت فيها في العنايه المركزه يا جانا انت ما كانش حد بيقعد معاكي صح؟ في العنايه المركزه ما كانش حد بيقعد. ما كانش في مرافق طبعا. ما كانش في مرافق. لا طب الفتره دي كنتوا بتطمنوا عليها ازاي؟ يعني توصلوا لها ازاي؟ يعني هي قعدت 5 ايام باين في العنايه المركزه صح؟ طب تواصلتوا معاها ازاي؟ كنتوا بتروحوا قلق كبير ما انتش عارفه هي اخبارها ايه؟ لا والله بص حضرتك هم كانوا يعني بصراحه متعاونين معانا. كانوا برضو يعني شايفيننا قد ايه احنا متوترين والوضع بالنسبه لنا صعب، فكانوا برضو ايه يعني ملتمسين لنا الاعذار، وكانوا فعلا
يعني كانوا بيكلموك بصفه مستمره مثلا التمريض الدكاتره كانوا بيتواصلوا معاك ولا انت كنت بتروح المستشفى؟ كنا بنروح وفتره مثلا ما بنروح لو احتاجنا اي حاجه بنلاقيهم. طبعا بنلاقيهم على طول بصراحه. طب هو انت في حضرتك فاكره النطق اتحسن امتى وقدرت تتكلمي جنى؟ النطق اتحسن يعني خلال اسبوع 10 ايام كده بدات تتكلم. اي نعم الحروف ما كانتش واضحه كفايه بس الحمد لله كان في استجابه. في استجابه. طب انت فاكره المرحله دي يا جنى؟ ما انا كنت وقتها فايقه بس مش في حاجات برضو لسه مش فاكراها. لسه فيها؟ لا ما هو اللي مش فاكراها اكيد كل ما هتقربي او اليومين ثلاثه اللي بعد الواقعه اكيد مش فاكره حاجه. بس انت افتكرتي لما وعيتي وبدات تكلمي مامي وبدات ماما تجيلك مع الوقت بدات تفتكر يعني تفتكر مواقف تفتكر الموقف حصل ازاي تسترجع القصه حكت تسترجع تسترجع كل شويه حاجه كده. طب قولي لي انت يعني ان شاء الله بعد ما ربنا يكرم ان شاء الله وجنى ترجع تلعب تاني وتبقى كويسه هتبقى قلقانه شويه ولا هتبقى الدنيا دي يعني هيبقى قلقان عليها؟ والله حضرتك انا من اول ما لقيت المنظر بتاعها في الاول قلت لها انت الباسكت كده انتهى بالنسبه لي. قلت لها مش هتكملي يعني باباها طبعا ما وافقنيش في الكلام ده. فقال لي لا ما تقولهاش كده لان هي متعلقه بيه قوي فما ينفعش تقول لها كده يعني ده يمكن اللي يديها الحافز انها ترجع فما ينفعش نقول لها الكلام ده. بس انا من خوفي عليها قلت لها انت كفايه كده تقعدي قدامي ما تتحركيش تاني يعني. انت عندي سلامتك بالدنيا. طبعا طبعا اكيد انما بابا اكيد بس هي الباسكت في دمها بقى مش هتقدر تبطله طبعا. بس هو الفكره يبقى الواحد في الاول قلقان شويه بس بعد ما تنزل يوم واثنين وثلاثه خلاص هتبقى الدنيا اكيد ان شاء الله هتبقى الدنيا كويسه جدا ان شاء الله. طب قولي لي يعني انت نفسك تلعبي في الدرجه الاولى صح؟ طبعا. طب انت شاركت معاهم في تدريبات اتمرنتي مع الفريق؟ لا لا ما شاركتيش معاهم. ما شاركتيش معاهم. طب انت بتشوفي جنى الالفي نفس اسمك؟ بشوفها نفس الاسم بتاعك. طب بتحبي لعبها؟ هي مركز تاني. ايوه هي بيفت بس انا بحب لعبها جدا. ايه اللي شايفاه فيه حلو جنى الالفي؟ اللي هي اساسا روحها حلوه دي حاجه لوحدها يعني متواضعه وكويسه ولطيفه. وهي لعبها نفسها بتعافر على الكوره وتبقى حابه يعني انا لازم اجيب الباسكت على طول. بحس اللي هي لما تيجي تدخل وتعافر وكده تجيب الباسكت وتاخد الفاول وتروح شايطه الفاول شوتين. طب انت عارفه ان جنى رايحه السنه الجايه الان سي دبليو اي راح جاي دوري الجامعات عرفتي؟ نفسك تبقي زيها نفسك تروح زيها؟ طبعا. مش هتبقى قلقانه من السفر؟ هو هبقى قلقانه في الاول وبعدين بابا وماما طبعا هيبقوا قلقانين على الحته دي اكيد. بس انا هبقى حابه الموضوع علشان انا يعني انا كان نفسي اجي هنا من زمان يعني اللي هو نفسي ادخل ل NBA من زمان والعب مع يعني محترفه كمحترفه وكده. شدي حيلك يلا خفي كده وقفي على رجلك ورجعي اتمرني تاني واتمرني تالت وهتلاقي كل الناس بتقول لك يا ستي واحنا هنيجي المطار نوصلك ما عندناش مشكله. شدي حيلك بس انت وارجعي ان شاء الله وتخشي المنتخبات وتبقي زي الفل. طب انت يعني عندك او عندك الرغبه او عندك مش عارف اجيب انا عايز اجيب التعبير يعني قاعده مستنيه اليوم ده صح؟ طبعا طبعا يعني انا حاسه ان انا بقول لماما يا ماما انا عايز انزل دلوقتي اتمرن انا قادره اتمرن. خلي بالك الباشن ده او الشغف ده ممكن يكون ده اول نقطه في علاجها والله. اكيد طبعا اكيد يعني لان علاجها برده مش بس عضوي نفسي. طبعا العلاج النفسي ده مهم جدا ان هي تبقى نفسيتها يعني ايجابيه وده بيديها طبعا عزيمه انها ترجع اكيد اسرع يعني. وهي طالما حاطه قدامها حلم ان شاء الله ما تسيبهوش ان شاء الله. انا دي نصيحتي ليك خطوات واحده ورا الثانيه المهم دلوقتي نبقى احسن نخف نقف على رجلينا نرجع تاني لفتنسنا الطبيعي ان شاء الله نخش بعد كده حلمك ده هتحققيه ان شاء الله. طب خليني اتكلم معاكي بقى مثلا عن نشأتك في البدايه. انت لما بداتي يعني باسكت من عندك 6 سنين صح ولا انا غلطان؟ قلت لي انا دلوقتي عندي يعني 15 بداتي من 6 سنين. بداتي في الاكاديميات. صح وبعد الاكاديميات اختاروكي في انهي اكاديميه اللي في الجزيره ولا اللي في مدينه نصر؟ اللي في الجزيره. اللي في الجزيره عشان البيت قريب من الجزيره صح مش قريب من مدينه نصر. طيب وفاكره يوم ما عملت الاختبارات واختاروكي ولا مش فاكره؟ انا فاكره اليوم ده. ايه كان يعني اليوم ده؟ طب كلميني عنه. هو اساسا اليوم ده انا ما كنتش فاهماه عشان يعني صغيره يعني مش فاهمه ازاي؟ ما انا مش فاهمه اللي هو ايه اللي هيحصل. يعني طب ما كويس انت مش فاهمه عشان كده لعبت كويس. ايوه يعني تمرين وخلاص. ناس كتير قاعده وناس خايفه وناس بتعيط وانا في عالم تاني خالص. عالم تاني موازي خالص. وانتوا فيه يا جماعه؟ لا ده كان اختبارات بس. طب قالوا لك ازاي بقى ان انت مع الفرقه او اختاروكي او كده؟ علقوا علقوا زي كشف كشف اسماء كده في اسماء وانا كنت بس هي بقى فرحه كبيره لما شافت اسمها
يعني انا بسال عن يعني لان ولادنا كلهم يوم ده بيبقوا قاعدين مستنيين الكشف اللي اتعمل. طبعا يعني انا فرحت جدا بصراحه، يعني كان فرحه كبيره بالنسبه لي. كنت معاه في يوم الاختبارات ده؟ كنت انا وباباها. بس ف فاكره؟ طبعا هي كانت خايفه، يعني هي برضو جواها خوف، وفي نفس الوقت يعني احنا بنطمنها، يعني الموضوع بسيط وما فيهوش حاجه وكده، بس كان برضو في رهبه. انا كان برضو حلمي ان بنتي تبقى طبعا في النادي الاهلي اكيد طبعًا يعني طبعًا. بس فلما الحمد لله ربنا كرمنا وحققنا الحلم ده، كان بالنسبه لنا حلم جميل. فاكر ده كان من كام سنه؟ اصل هي بتبقى يعني هي طالعه وبعد كده بتمشي بعد كده. فاكر ده كان من كام سنه؟ لا مش متذكره صراحه، ممكن يعني من سبع يعني من وانا عندي سبع سنين. متذكره قوي بتهيألي. لا ممكن سنين. ممكن وانت عندك 10 بتهيألي، بيبقى 10 او 10 9 11 مش متذكره صراحه. قصدي حضرتك على الاكاديميه؟ بالظبط بعد أيوة الاكاديميه. هي 10 سنين اللي هو اول فرقه بتبقى تحت 10 بتهيألي، انت دخلتي تحت 10. بس اصل اليوم ده بيبقى صعب، بس هي ما شاء الله روحها حلوه وعندها. لا ما هي حابه اللعبه جدا، يعني الانسان لما بيحب حاجه بيبدع فيها فعلا. هترجع احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله. طب خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني الموضوع لما بيبقى اللاعب بيتعرض لاصابه يعني وبيقع في الملعب، الحقيقه تبقى كل الناس متعاطفه معاه. يعني حضرتك شفته بتتفرجوا على مباراه كره قدم كره سله وبيقع لعيب في الملعب، بتلاقي كل الناس بتتعاطف معاه. ما بالكم بقى لما يبقى بنوته زي القمر يعني 14 15 سنه وقعت وقعه جامده الحقيقه وخضت كل الناس، اكيد كل الناس بتبقى قلقانه عليها. وده كان حالنا الحقيقه، واحنا كقناه النادي الاهلي كنا قلقانين جدا عليها، كنا متابعين على المستوى الشخصي حالتها. وخلينا اكلمها عن تجربه ثانيه بقى. يعني جانا امبارح احنا تواصلنا وكنا عايزينك تبقي معانا، صح؟ مين اللي قال لك ان انت تروحي قناه الاهلي؟ ماما. انت اللي بلغتيها؟ طب لما ماما قالت لك قلت لها ايه؟ انا فاكراها بتهزر اصلا انا ما صدقتهاش في الاول اصلا. قعدت تقول لي يا بنتي انت رايحه بكره قناه الاهلي. قلت لها ماما ازاي يا ماما؟ قلت لها لا، قلت لها انا الموضوع ما كبرش قوي كده، ما وسعش قوي. بس راحت قالت لي لا رايحه وكده، واكدت لي ووريتني الرقم اللي اتصلوا منه. طب وانت ما كنتيش قلقانه؟ هو انا كنت فاكره ان الموضوع غير كده اصلا. ليه بقى؟ ايه اللي كنت فاكراه ولقيتي عكسه؟ انا فاكره ان الكاميرات بتبقى جامده وكتيره وخشنه كده. لقيت الدنيا ايه؟ طب ايه اللي شفتيه؟ عادي جدا صح؟ كنا قاعدين في النادي صح؟ كاميرات عاديه محطوطه كده وانت مش مركزه معاها صح؟ طب قولي لي برضو لما تواصلوا مع حضرتك، يعني عندنا فريق البرنامج تواصل مع حضرتك واتكلموا وطلبنا ان حضرتك تشرفينا، الموضوع جه ازاي؟ والله هي استاذ عزه اتصلت بيا وعرضت عليا الموضوع وقالت لي الميعاد وكده. انا طبعا ايه يعني قالت لي ممكن حضرتك او والدها. تمام. فانا طبعا استبعدت نفسي خالص، يعني لان انا ممكن ايه يعني الموضوع بالنسبه لي حاجه جديده وممكن يعني ما اكونش موفقه في الحوار خالص. فقلت لباباها، فباباها قال لي والله انا بس عشان الشغل وكده مش هقدر يعني، فقومي بالموضوع يعني. بس انا طبعا كنت برضو انا حسيت بخوف، يعني هي فرحت كتير بس انا حسيت بخوف اكتر وقلق اكتر. بس حضرتك متحدثه كويسه على فكره جدا. ربنا يخليك. والله بجد ماما متحدثه كويسه قوي، يعني ما شاء الله عليكي بتتكلمي كويس وبتوصفي الموقف كويس ومش متوتره. لا يعني ما شاء الله. يعني يمكن عشان خدت التوتر كله بقى ولا يمكن انا كنت امبارح ستريس جدا يعني. لا كمان وقعت جنى، دي وقعت جنى ده التوتر كله. لا دي يعني بص حضرتك الفتره اللي جنى كانت تعبانه فيها دي انا كنت في عالم تاني خالص. انا يعني اقول لهم ما حدش يعني يعتب عليا في اي حاجه، لان فعلا اعصابي كانت تعبانه جدا جدا والله يعني. فالحمد لله على كل حال. وعلى فكره بمناسبه اخواتها كمان معانا في الاستوديو منورين وقاعدين كمان مع اختهم وقلقانين عليها. طب يعني اخواتها عملوا ايه طيب؟ يعني لا يعني طبعا اتخضوا. هم ما كانوش متخيلين ان الموقف كبير كده، ما كانوش فاكرين ان جانا كده مره واحده ما بتتحركش قدامنا وحاسينها بتروح منهم. فلا كانوا منهارين بجد. حبايبي انا شفتهم قبل الحلقه بجد. كمان يعني طريقه تعاملهم مع جانا الحنيه. لا هم حنينين جدا عليها. الاسره هي الاساس. ايوه طبعا. يعني الواحد طبعاً. لما بيحصل له اي ازمه بيرجع لاسرته على طول. اكيد. فالاسره أكيد. ما شاء الله عليكم اسره أكيد. يعني جميله ومتماسكه ومترابطه. فانا متاكد ان هتعدي ان شاء الله. هتعدي المطب ده هيبقى عادي جدا جدا ان شاء الله. طيب قولي لي يعني انت ايه اللي بتتابعيه؟ خلينا نروح بقى على هواياتك الثانيه. احنا اتكلمنا عن الدراسه، اتكلمنا عن تجربتك بقى مع التجربه اللي هي الاصابه، اتكلمنا عن تجربتك مع القناه حلو. طبعا نتكلم عن هواياتك. يعني ايه الهوايات اللي انت بتحبيها غير الباسكت؟ انا بحب بحب الباسكت. بتفرج، هو اساسا وقتي كله بيبقى في الباسكت. حلو. ايه بقى يعني؟ هل مثلا بتحبي تتفرجي على مسلسلات؟ هل بتحبي مثلا ترسمي؟ اه بتحبي ترسمي؟ بحب ارسم قوي.
تحب وكويسه في الرسم؟ اه لا هي رسامه جميله. اه يعني انا حتى حتى هي نفسها برضو ان شاء الله ربنا يكرمها كده تدخل فنون جميله او تدعم برضو الموضوع. اه طيب اهو اكتشفنا حاجه كويسه فنانة. شد حيلك يعني انت بتحبي الرسم. اه طب يعني بتلجئي ترسمي يعني ممكن تبقي قاعده كده لوحدك تجيبي ورقه وقلم كده وتقعدي ترسمي ولا لما يطلب منك؟ لا مع نفسي كده مع نفسي. ممكن ممكن ابقى قاعده زهقانه كده ما بعملش اي حاجه اروح ماسكه ورقه وقلم كده واقعد ارسم. طب هقول لك على حاجه، اللي بيرسم بيحب يرسم، ممكن واحد يحب يرسم الطبيعه، واحد يحب يرسم الاشياء اللي حواليه، واحد يرسم البشر يعني وش. انت بتحبي ترسمي ايه؟ انا برسم اللي في خيالي ده مرات، ومرات مثلا ابقى قاعده بتفرج مثلا على ماتش باسكت ولا كده الاقي لاعب كده مثلا زي حركه مايكل جوردن اعمل مثلاً. حركه او بتاع تحبي ترسميها؟ اه ارسمها. طب ويعني انا بسال ليه؟ لان كل واحد بيبقى ليه يعني في الرسم ميول. في واحد يحب يرسم الاشكال الهندسيه، في واحد يحب يرسم الطبيعه شلال مثلا. انا الطبيعه مثلا حيوانات البني ادمين كده. ومحتفظينها بالرسومات بتاعتها؟ في حاجات هي برضو محتفظه بيها. وهي برضو على فكره برضو بترسم الوجوه حلوه قوي يعني ما شاء الله. تحب ترسم التفاصيل برضو. طيب ممكن تعملي لي رسمه وتهدياني لو سمحت؟ انا بجد انا عايزها منك. خلاص انا يعني انا ما بطلبش طلب، بس انا نفسي جنى احتفظ حاجه منك يعني. لان انا بحبك جدا ربنا يعني انا حاسس ان يعني انت زي بنتي بالظبط والله. فعايز ترسمي لي ماشي؟ بس رسمه تبقى حلوه ان شاء الله. هتقوليني وهستناها. وبالمناسبه لو جبتها لي انا يعني هطلعها في البرنامج واقول دي رسمه جنى اللي توقعني. ايه رايك؟ خلاص يبقى احنا كده خلاص انت وعدتيني على الهوا. طب ايه تاني غير الرسم؟ تحبيش تخش مثلا في بنات بتحب تطبخ يعني انا بتحبي تساعدي مامي؟ ايه بقى؟ طب ايه الاكله اللي بتحبيها؟ بعمل اكل كتير قوي. قولي لي. طيب فرحيني فرحيني. حلويات. حلويات ايه مثلا في الحلويات؟ الحلويات الشرقيه مثلا؟ لا لا ممكن عملت بسبوسة. قبل كده عملت قبل كده بسبوسه. بتعملي تورت مع مامي؟ بجد؟ مرات انا اللي بعملها اصلا. طب بصي بقى ده بص على دخلنا في سكه ثانيه خالص. بتدفع الهوا يعني. بصي قالت لك ده انا اللي بعملها كلها. يعني قالت لك بصي مش لازم بعملها مع ماما. لا قالت لك بصي انا اللي بعملها كلها يعني واخد بالك. لا بس عايز اقول لك على حاجه، احنا برضو عايزين نشوف الكلام ده. هتعملي تورته وتصورها لي؟ هاجي هنا بقى التورته. ماشي احنا رسم اي حاجه حضرتك ماشي. لا انا عايز الرسم بس صوري لي التورته اشوفها. الرسمه واجيب لك التورته. تجيبي لي الرسمه واشوف التورته. لا التورته مش عايز. مش هتاكل تورته؟ لا هاكل طبعا. يا سلام لو تبعتي لي ده انا وكل البرنامج ياكل، ما عندناش اي مشكله خالص. طب يعني هي بتبقى معاكي في يعني بتخش معاكي بتشاركني شاية. بتحب تشاركني وانا مرات مثلا لما الاقيها بعمل حاجه وهي مثلا مش قدامي نادي عليها. تنادي عليها. في رمضان في رمضان بتعمل ايه برضو جنى؟ يعني في رمضان بتبقى معاكي في الطبخ ولا الصيام بيبقى بقى مدهولها ونايمه؟ لا والله يعني اوقات واوقات، بس لما بلاقيها فايقه كده ومصحصحه بخليها تشتغل معايا يعني. وهي حابه ده؟ هي حابه ده برضو. طب بس ده كويس. بس انت ما شاء الله يعني حلويات ايه ده؟ انت ما فيش خالص يعني يعني جسمك ما شاء الله رياضي خالص. انت تطبخيها بس ما تاكلهاش؟ ليه؟ الحلويات. لا ما هو اللي بياكل حلويات لازم يبقى يعني هي بتحرق على طول بقى بتحرق. ما بتستنيش. ما هو في طبيعه جسم حد بياكل بيحرق على طول، بس مع السن بيقل. خلي بالك لازم نظبط الحلويات. طب ايه تاني بقى؟ ايه تاني غير الاكل والطبخ؟ هل مثلا بتحبي تسافري مثلا البحر تقعدي؟ ايه بقى كلميني. يعني مثلا لما نيجي نسافر ولا كده ببقى قاعده كده مرات برسم مثلا انا فعلا قاعده. بس تحب البحر وتحب تروحي على الشط والكلام ده وتحب تنزلي الميه؟ فعلا انا بعرف اعوم اصلا. ايه ده؟ ما طبعا ما انا كنت بعرف سباحه. كنت سباحه صغيره بس. بس طبعا يعوم البحر غير. خلي بالك يعني البحر ما قدر. حمام السباحه الموضوع حلو، انما في البحر الموضوع صعب جدا. طب يعني جنى كطفله مثلا في البيت هاديه ولا حركتها كتير؟ يعني انت كأم توصفي جنى ازاي؟ لا هي مش هاديه. مش هاديه ما شاء الله. الله مش يعني حاجه جميله جدا. هي مش هاديه. هي يعني يعني هي حضرتك مثلا ايه لو كانت مثلا في تمرين انا مش موجوده معاها، واول ما تدخل البيت تحكي كل حاجه. طب ده حلو. تحكي كل حاجه. وحتى مرات اقول لها يا جنى طب يعني طب بالراحه طب وطي صوتك. فهي لا هي تحكي كل حاجه. هي هايبر شويه يعني. هايبر بس ده حلو. الشخص اللي بيبقى هايبر كده ما شاء الله بيبقى ذكي. لا هي ما شاء الله عليها ذكيه يعني ونبيهه جدا. وهي برضو حركتها في البيت يعني احنا مفتقدينها دلوقتي اكيد يعني طبعا. هي حركتها في البيت حلوه طبعا. يعني لا بس ده واحده واحده، ده لسه الطوفان جاي ان شاء الله والبس ربنا يكرمها. هنعوض كل ده. هنعوض كل ده. لو عندكم حاجه تتكسر بشيلوها بقى. طب علاقتها مع اخواتها برضو انا عايز برضو الناس تشوف الجانب التاني من جنى برضو يعني علاقتها باخواتها الولاد. هل مثلا بتروح معاهم؟ هل متابعه ماتشاتهم؟
تروح لها ماتشاتهم بتشجعهم يعني ازاي علاقتها مع اخواتها؟ لا هي هي بتشجعهم برضه يعني، حتى مثلا لما بيتفرجوا ماتشات كوره بلاقيها قاعده مركزه ومتابعه وده كذا وده كذا يعني. انا ما بفهمش في الكوره قوي بس هي فاهمه يعني. اول مره يعني هي يعني هي متابعه عن قرب كمان. انا يعتبر بعرف العب كوره اصلا. انت قلتي لي ده لولا بس ان انت يعني ما فيش كوره نسائيه كنت هتلعبي كوره. انت قلتي لي انا اولادي اخواتي بيلعبوا كوره فلولا ان ما فيش كوره لعبت بعد كده حاجه ثانيه. طب بتتفرجي على ماتشات الاهلي كوره؟ مين من اللعيبه اللي بيعجبك؟ لا بحب لعيبه كتير قوي. لا قولي لي اتنين تلاته. عمرو السوليه. طبعا. قفشه. قفشه طبعا. شناوي. شناوي يا سيدي تمام. مين تاني؟ عبد القادر عشان واخده رقمه اصلا. رقم 9. عبد القادر رقم 9 على طول. وحاطط جون امبارح صح؟ ايوه. وعايز اقول لك طب ايه تاني؟ مين تاني من اللعيبه؟ مين تاني من اللعيبه؟ حتى لو بره النادي الاهلي مش مشكله. مين تاني؟ ابو صلاح طبعا كل بيحبه طبعا. مفيش حد ما بيحبش صلاح. مفيش حد ما بيحبش صلاح. مفيش حد ما بيحبوش يعني صلاح. كل الناس انا بنقعد نتابع اخباره كلها. يعني صلاح رمز النجاح. مين تاني قولي لي؟ انا مش فاكره حتى دلوقتي. ده كفايه قوي اللي انت قلتيهم ده كده 100 100. طيب لو ما لعبتيش باسكت. كنت تحبي تلعبي ايه؟ كنت احب العب ايه؟ كورة. اخواتي. كورة. واضح البيت كله كورة. طب اخواتها بيلعبوا كورة؟ تحت كام ولا؟ هم اخواتها يعني اكبر منها ب 2005 و2006. 2005 و2006. هم اكبر منها بسنة. سنتين. بسنتين. سنة وسنتين. فرق سنة بين كل. طب هم بيلعبوا كورة في الناشئين الاهلي ولا بيلعبوا في؟ لا بيلعبوا 2005 بيلعب في الشرقية للدخين. حلو كويس في الناشئين هناك. و2006 في وادي دجلة. كويس كويس. ممكن في يوم من الايام يبقوا احسن من الاهلي ويجوا بقى يرتبطوا بجانا. طب جانا بصي احنا البرنامج قرب يخلص فعايز اعرف احلامك. احلامي؟ بتحلمي نفسك في ايه؟ انا نفسي ابقى يعني اوصل ان انا ابقى في الفيرست تيم في الاهلي ان شاء الله. ونفسي اطلع بقى احترف في الان بي ايه. ده على مستوى اللعب. طب على مستوى الدراسه؟ الدراسه هي زي ما بابا بتقول برضه نفسي اطلع جميله. يعني انا بالذات نفسي اطلع مهندسه ديكور. يا رب ان شاء الله. طب انت احلامك وطموحاتك دلوقتي بالنسبه لجنى؟ والله احلامي وطموحاتي طبعا بتمنى ان ربنا يوفقها في على يعني في الرياضه ان هي ان شاء الله تبقى في الفريق الاول ان شاء الله. واشوفها كده نجمه كبيره يا رب ان شاء الله. ومن الدراسة يعني تدرس طبعا الحاجة اللي هي بتحبها والحاجة اللي هي هتبدع فيها وتدي فيها أكتر يعني. ربنا إن شاء الله يكرمها وأشوفها حاجة حلوة بإذن الله. مدام لبنى أنا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شرفتيني. أتمنى كل الشفاء لجانا إن شاء الله وتشوفيها أحسن وأحسن من الأول. ربنا يخليك. ربنا يخليك. جانا نورتيني وشرفتيني وألف الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. شوفك بطلة قد الدنيا إن شاء الله. أعزائي المشاهدين ده كان النهاردة حلقتنا مع جانا. أتمنى كل الشفاء أكيد لكل لعيبة مصر ونتمنى السلامة أيضا لكل اللاعبين داخل الملعب وخارج الملعب. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.